ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنلعب لعبة حرب العصيان. النهاردة والله انا جبت جوهرات بالهبل، وجبت العملاق واوت الكارلس والليزر ويزودوا من الهيلز وبيخلصهم جنود زي كده. عشان فكرتين وجبت الثاني بصراحة والله السيزون جامد جدا شباب. النهاردة هنلعب الجزء الثاني عشان والله ده رهب في الأيام. هنجيب اوت كلس. جبت كتير كتير كتير، الله كتير جدا. ده جبت 35 مني، يا نهار ابيض. جبت كتير 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 جدا، ما كتير. شباب والله ده انا فرحان. انا جيب بيزودوا من الهيلز كمان عشان بيزودوه كمان. بس كده جيشي تمام. ممكن كمان، ايوه كده، زود هيلسك وجيب جيش كمان. بس والله انا زودت كله ل35. نجيب ليزر عشان لو اي حد قرب من هنا ولا هعمل ديفينس. ايه ده، العمود بيرجعهم؟ لا يا عم خليني احسن ابتاك عشان الليزر ده بيموت. الليزر الخطير. انا اجيب اسهمه كمان 5، بس كل مره 5 يا عم. بس الليزر بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، فوق وتحت. ايه انت اسكت يا عم. الجيش بدا يهجم. اوه شفتهم هرس التمثال بين افصري. اوه جبت اوت الكلام، يبي كسبت. ماشي يا عم يلا. والله كانت مشاكل جامده جامده، ده انا كسبت عليه في ثانية في ثانية. والله كسبت على في ثانية سريعة عشان والله الواد ده هيتنسر. هقطع له ودنه، هقطع له هقطع له ودنه زي حتة سندوتشاية صغنونة. شكله هنسفه هنسفه هنسف الواد الصغير. لا 36. هنشوف انا خطو كام. 9. كده جيشو كده جيشو زي كده. اوت كيلس اقويه اقويه. دي كمان الله، ايوه ضربهم هيس واحد بس. هم جيب ايه كمان؟ فاضي. شفتم ده هيلث الاوت كيلس؟ والله ما بيخلص ما بيخلص. شكل جيشي هينسفوا هينسف جيش. بس والله هينسفوا هينسف الواد الصغير. يلا دو يا خراشي، شكله هنسفه هنسف الواد ده. شفتم ده؟ شفتم ده بيقوم وقعهم. يا نهار ابيض برضو 5.
يا عم احنا عايزينكم تقيل. يا عم الموتوسيكل انت اشتغلنا امشي. ايه ده كسبت؟ ده انا نصفته نصفته عشان تحرم يا نوتي، عشان تحرم تهرب بعد كده. الجزء العاشر، اوه هيكون عرق حلو، بس والله العملاق ده والله ما عارف شكله ازاي. هندوس بلاي هنا. اوه جالي اوت الكنس، يبي انا اجيب واحد بس اما اشوف شكله ايه. نشوف كده. واحد من السماء مش قوي، نشوف شكله ايه. اوه شكله ينفع، حلو الفلوس نزلت بتزيد، حلو. ايوه دافع دافع يا عم. شكلها هقطع ودن الناس، ودن العيال اللي هيجيبوني. والله اني فاكر عمال ولا امليه، بس والله ده انا هنفخه زي حته ناموس صغنون. مؤذي مؤذي. مؤذي يا مأذوب. والله الاوت كارلس اللي انا جبته القوي ده اقوى، بس والله بيشيل كل حاجه. والله الجيش بقى اكتر مني. جيشي كام؟ 18. يا حلاوه شكله هيتنزل، عشان لو جا عندي هيتنزل. والله لو جبت بقيت الجيوش جيب سيوف كمان. عشان والله الواد ده لو شفته جاي عندي هنسيفه زي حتة بطاطس. يا حمادة عاملة حمادة، ايه ده طلع يجري المهروس؟ مفيش بكلمك على حمادة واخد بيتك. انت تقدر تجيبني؟ لا 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 شكلها هيتنسف هيتنسف هيتنسف. فين رايح فيها؟ راح فيها يبي. زي ما قلت لك اللي انا هنسفك، مش قلت لك؟
شباب اتمنى منكم تساعدوني في التعليقات. هو منسوف ولا انا منسوف؟ هو المنسوس يا منسوس يا منسوس المنسوس. نجمع الجبل بتاعه بس. اوه طورته والله، طورته يا حلاوة. خمسين عشان اجيب فلوس، حرام عليا. انا اجيب فيلم احسن والله، ما انا عاوز اخلص جوهرات عشان كده اصلا، ما انا عاوز اخلص. انا اجيب فيديوهات احسن عشان والله لو جبت كل دي فلوس اخلص جوهرات وهذا اجيب. ما اجيب كمان فلوس كويسين. النهاردة مش هجيب بقى خلاص. بالتمثال لازم ازوده زي شيلد ادي شوية. والله الفلوس بتاعت خلصت. لو كتبت ما عارف انا اجيب فلوس اخ بمية بس، بمية بس يا محظوظ عشان ابدأ جيم، حرام عليك. مع السلامة يا شباب.